بسنة 1990 وإحنا عايشين بالكويت صار حادث سير مع والدي. كان الوالد في بعض الأحيان يلبس دشداشة وغطرة وعقال زي أهل الكويت بحكم أنه إحنا عشنا وانخرطنا بثقافة البلد، ومع العمر كان يرتاح أكثر بلبسة الدشداشة. ولما راح على المخفر عشان يعملوا المحضر كان الضابط شاب كويتي بأول العشرين من العمر. ولما كان هذا الضابط بيراجع الهويات لأطراف الحادث اكتشف أنه أبوي مش كويتي وإنما أردني، فطلع على أبوي هيك نظرة باستنكار وفيها بعض الاحتقار، وهو ماسك الهوية سأله أنت أردني؟ وليش لابس تشذي يا ولد؟ ورمى الهوية بوجه أبوي. والدي الله يرحمه كان رجل عصبي، ولكن بهذيك اللحظة اتمالك نفسه، قد يكون لأنه ذكر أنه عنده أولاد وعيلة وما بده يخرب بيته ويقطع رزقه بلحظة انفعال. ولكن هاي الحادثة كان لها وقع كبير في نفس أبوي. اليوم الثاني صحي الوالد وبدي يطلع على الدوام كالمعتاد، ولكن هو طالع وقعت الشنطة من إيده من غير ما يحس. استغربنا شوي، لحوا ابن عمي وحمل الشنطة على السيارة، وإحنا لسه مش فاهمين إنه أبوي من كتر القهر ومن قد ما كبت في قلبه كان عم بيصير معه جلطة دماغية. هاي الجلطة أدت إلى إنه فقد الإحساس بإيده هو عم بيسوق، ودخلت سيارته بترك حفريات بالشارع العام. هذا ما يعرف يا إخوان بقهر الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذا الدعاء: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أمين. وطبعا أنا ما بعمم على الشعب الكويتي بأكمله بناء على هذه الحادث، فهذه تصرفات أفراد ليس إلا. قال تعالى: وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة. صدق الله العظيم. وأنا وأهلي كلنا مواليد الكويت، وأهل الكويت زي أهلنا وزيادة. بعد حرب الخليج انتقلنا ورجعنا على الأردن، وأذكر أنه زملائي بالفصل الدراسي كانوا دائما ينادوني: يا كويتي يا أستاذ، هذا الكويتي عمل كذا وكذا، اسمع أنت يا كويتي. وكأني كائن غريب سقط على كوكب الأردن. ومع مرور السنين اتأقلمنا مع أهلنا بالأردن، بس بعدها بلشت مرحلة أنت أردني أردني ولا فلسطيني أردني. إحنا يا جماعة منستاء من العنصرية اتجاهنا كشعوب عربية بشكل عام وكمسلمين بشكل خاص، والمشكلة إذا وزعنا العنصرية اللي فينا بتكفي العالم وبتزيد. كيف منتوقع أن الناس تعاملنا باحترام ومن دون أي عنصرية إذا أصبح بأسنا بيننا شديد وأصبحنا أعداء نفسنا؟ إحنا زرعنا العنصرية والتطرف بإيدنا. أردني أردني، فلسطيني أردني، خليلي طفيلي، مسلم مسيحي، ماروني فينيقي لبناني سوري، خليجي إيراني، شيعي سني، باكستاني هندي بنغالي وغيره وغيراته. صار البني آدم هو عبارة عن براند أو علامة تجارية، وفي براند أحسن وأغلى من براندات تانية. السؤال اللي بدي أسأله: شو السبب اللي خلانا نفكر ونعتقد أنه إحنا كعرق وكجنس أفضل وإلا الأفضلية من غيرنا من الأعراق والأجناس؟ أنسيتم قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. أنسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. هذا بورجيك أن العنصرية بتيجي من البيئة والمجتمع اللي إحنا عايشين فيه، فالناس ما بتنولد وهي عندها تحيز ضد عرق معين من البشر أو فئة معينة من المجتمع. كأن العنصرية من الأمراض المزمنة اللي موجودة فينا تنتقل بالعدوى والوراثة أبا عن جد. كما قال الشاعر: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. من قبل فترة حضرت مقطع فيديو لتجربة اجتماعية عن موضوع الأعراق والخلفيات الاجتماعية. هذا الفيديو أثر بنفسي بشكل غريب حتى أني بكيت بنهاية الفيديو. I'm proud to be English. My family have served and defended this country and been to war for this country. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. تخيل انك بعد ما تعامل فئة معينة من المجتمع بازدراء بسبب اصولهم تكتشف انك انت نفسك تنحدر من نفس الاصول. هل راح تضل عندك نفس النظرة العلوية ضد هاي الفئة؟
هل راح تقبل أن المجتمع يبدأ يعاملك بنفس الطريقة المتحيزة اللي أنت كنت تتعامل فيها الفئة من قبل؟ مش غلط أن نكون عندنا فخر واعتزاز بأصولنا، ولكن من دون أن نحتقر ونسخر من أصول الآخرين. وتذكروا أن كلكم لآدم وآدم من تراب. بعد ما شفت هذا الفيديو قررت أني أعمل تحليل الدي إن إيه تبعي وأكتشف أصولي الجينية. شايفين هذا اليوتيوب؟ لازم تعبي هون اللي هو لعاب، انك انت لازم ما تكون ماكل لمدة نص ساعة على الاقل، مش شارب مي، مش مفرش اسنانك، مش مدخن، مش ماكل علكة او اي اشي اللي دخل بانه يأثر على اللعاب عشان هاي العينة. سلمنا العينة وانا بنستنى المفروض من 6 اسابيع ل 8 اسابيع لتطلع النتيجة. شو فوائد تحليل الدي ان ايه؟ أول شيء فيكم تكتشفوا الأمراض الوراثية واحتمالية الإصابة فيها. هذا بيشمل مرض السرطان، الزهايمر، الباركنسون وغيرهم من الأمراض اللي قد تكون هذا التحليل سبب بأنه ينقذ حياتكم بالمستقبل. ثاني شغلة فيكم تعرفوا من وين أصولكم تنحدر وأصول أجدادكم، وهذا الاختبار كفيل بأنه يغير طريقة تفكيركم ونظرتكم للناس. الشغلة الأخيرة والأهم، اختبار الدي ان ايه بيساعدك أنك تعرف أصولك والمنطقة اللي أنت بتنحدر منها، ومنها في احتمال كبير انك تقدر توصل لاقارب انت ما كنت قادر توصلهم او تعرفهم. اكثر نسبه عينات دي ان اي موجوده في المختبرات المختصه هي للاوروبيين، واتوقع انه يرجع للسبب للحرب العالميه الثانيه، لانه كثير من الناس تيتموا وفقدوا اغلب افراد عائلاتهم بالحرب العالميه، وعلى الاساس صاروا يعملوا تحليل الدي ان اي عشان يقدروا يوصلوا لاقاربهم. احنا العرب بشكل عام ما عندنا اهتمام بهذا التحليل وموضوع الدي ان ايه، لانه احنا دائما بنحافظ على انسابنا ونسلنا وبنعرف من وين اصولنا. ولكن قد يكون هذا التحليل حل في المستقبل القريب، خصوصا بعد الحروب وحملات الاباده الجماعيه اللي شهدتها المنطقه بسوريا والعراق واليمن وغيرها من المناطق. قد يكون اختبار الدي ان ايه ليس بالفكره السيئه، ويكون سبب بلم شمل كثير من العائلات اللي تفرقت فيصل الاوصال التي قطعتها الحروب بالسنوات